نشك أن طلب العلم علامة على سلامة قلب طالب العلم. فإذا أردت أن تعرف نفسك هل أنت مريض القلب أم سليم القلب فانظر إلى شغفك في طلب العلم. فكلما كان العلم إليك أحب كلما كان قلبك أسلم من الأمراض، وكلما كان قلبك عن العلم أنفر ومنه أبعد فاعلم أن قلبك يحتاج إلى دواء ويحتاج إلى علاج. ولهذا كان طلب العلم وظيفة كل الرسل، فكل أنبياء الله من فكوا يطلبون العلم حتى وافتهم المنية. ولهذا لو نستقرئ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وننظر فيه نجده صلى الله عليه وسلم أنه ما طلب الزيادة في شيء أبدا إلا في شيء واحد، ألا وهو العلم، كما قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. وهذا المجلس ليس هو مجلسا في بيان فضل العلم وشرفه، لأن هذا مر معنا كثيرا، ولكن أحببت أن أذكر فقط بأن طالب العلم أعظم ما ينفذ فيه وقته هو طلب العلم. فطالب العلم لا بد أن يكون وقته في طلب العلم، أن يشغل كل وقته في طلب العلم. نعم، أنا أقصد بكل القصد الذي قصدته سيدة عائشة لما سئلت عن صيام شعبان، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شعبان، يعني غالب. فأنا أقصد غالب الوقت، وإلا فلا بد من أن يتخلل وقت طالب العلم شيء من الملح وشيء من الترويح، ساعة وساعة. ولكن حتى هذا الترويح إنما يكون في العلم. فالإنسان يدرس علما يقال له العقد، كعلم أصول الفقه وعلم العقيدة وعلم، ثم بين ساعتين أو ساعة يرتاح. بما يرتاح؟ بقراءة سيرة السلف مثلا، يرتاح بقراءة الشعر، يرتاح بقراءة الأدب، لا يرتاح كما يرتاح الفساق والجاهلون باللعب أو بالمشاهدة لما لا يجوز كبعض ما يعرض في التلفاز ونحو ذلك، لا، إنما حتى الراحة يستثمرها. ولهذا يقول أحد العقلاء لما سئل عن الإجازة الصيفية وغيرها وقيل له هي العطلة، قال: لا، لا نقول العطلة، إنما نقول الإجازة، لأن العطلة لم ترد إلا في معرض الذم، لم تمدح العطلة أبدا في كلام العرب. ولهذا كانوا يقولون الإجازة هي تغيير النشاط، ليس النوم وليس الخمول وليس الكسل. كنت تدرس في أيامك الأكاديمية إن صح التعبير، كنت تدرس الفقه والعقيدة ونحو ذلك، لما تأتي العطلة تدرس شيء آخر. العطلة على العامية والإجازة تدرس شيئا آخر، هكذا ترتاح. فالإجازة هي تغيير النشاط، ليس النوم وليس الكسل. فطلب العلم اعطوه كل وقتكم. وانتم تعلمون ماذا قال الجاحظ، وان كان رأس الاعتزال في زمانه، لكنه قال كلمة تدل على انه فعلا خبير بذلك. قال: ان هذا العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، شئت ام ابيت. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه أنت كلك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي أحببت أن أشير إليها وهي المنهج الصحيح في دراسة هذا العلم، وأعني بالمنهج الصحيح في دراسة العلم تقديم الأولى فالأولى. والله أتأسف شديد التأسف عندما أصادف بعض الشباب وبعض طلاب العلم ممن يحفظ عشرات المتون،
إذا سألته عن البيقونية يستحضرها لك في ثواني، تسأله عن ألفية ابن مالك كذلك، تسأله عن ألفية العراقي وألفية السيوطي في الحديث كذلك، بل تسأله عن كتب نثرية مطولة نوعا ما، تسأله عن كتاب الرسالة يحفظه كله لا سيما عندنا نحن في المغرب، تسأله عن كتاب التوحيد يحفظه كله. لكن إذا قلت له اشرح لي قول الله تعالى كذا، لا يعرف. هو يطلب العلم منذ أكثر من 20 سنة، لكن ماذا يطلب؟ علوم الآلة. إذا أكمل فنا ينتقل إلى آخر متجاهلا التفسير، وهذه ظاهرة منتشرة في كثير من طلاب العلم. إذا سألته وقلت له مثلا يعني اشرح لي قول الله تبارك وتعالى، ولا تتعجبوا إذا قلت لكم أني سألت طالب علم عن تفسير قول الله عز وجل الله الصمد، والله ما استطاع أن يجيب حقيقة. يعرف المعنى اللغوي، هذا بسيط، لكن هذا التفسير ليس كباقي العلوم. يجوز لك أن تأتي بأشياء جديدة في باقي العلوم، أما في التفسير فلا، فقد استقر السلف على أنه لا يتكلم في التفسير إلا عن سابق علم. ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فهذا التفسير لا بد فيه من نظر، لأن القرآن تفسيره ليس مرتبة واحدة وليس نوعا واحد، إنما هو منازل، وأشرفها تفسير القرآن بالقرآن. وقد ألف العلماء في هذه النقطة وفي هذا الفن تآليف طويلة وموسعة. فعندنا الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي هو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ولكنه لم يكمله. ثم جاء بعده أحد تلامذته وهو عطية سالم، فأتم هذا التفسير على نحو الخطوات وعلى نحو الطريقة التي بدأها شيخه فيها. كتب مطولة في بيان القرآن بالقرآن، وكذلك عندنا في هذا كتب كثير ككتاب ابن كثير، تفسير ابن كثير، فهو يعد من أشهر كتب التفسير بالمأثور. فأنت قبل أن تنظر في آية انظر إلى كل الآيات الأخرى التي تحيط بها، لعل هذه الآية فسرتها آية أخرى. ثم إذا لم تجد تنظر في السنة، ثم إذا لم تجد تنظر في أقوال الصحابة، ويستحيل أن تجد آية ما فسرها الصحابة أو التابعون، يستحيل. كل كلام الله عز وجل فسره الصحابة وفسره التابعون، لدرجة أن العلماء ألفوا كتبا كبيرة كذلك تنسب للصحابة في التفسير. فعندنا تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، فاستقرأ صاحبه كل ما فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في كتاب، فما من آية من كتاب الله إلا وللسلف فيها قول، والخذلان والخسارة والخيبة كلها في أن تفسر القرآن بغير ما فسر السلف وبغير ما فسر العلماء. ولهذا كان هنالك تفسير هو من أسوأ أنواع التفسير ولا يعتبره أهل السنة والجماعة، وهو التفسير الإشاري، يقال له التفسير الإشاري. ما معنى التفسير الإشاري؟ أي أنه يفسر الآية على الطبع وليس على ما جاء عن السلف أو في القرآن أو في السنة قبل ذلك، إنما على ما يحلو له وعلى ما يبين له، وهذا موجود عند الصوفية كما هو معلوم. تفسير كلام الله عز وجل علم مستقل بذاته، بل إن العلوم كلها ما أسست إلا لأجل تفسير كلام الله عز وجل. كل العلوم، النحو علم العربية بكل سلالاتها من نحو وصرف وبلاغة
بلاغة وعروض وأضداد ونحو ذلك، كل هذه ما أسسها العلماء إلا لأجل شيء واحد، وهو فهم كتاب الله عز وجل، وكذلك علم مصطلح الحديث، بل علم الحديث أصلا وجمع السنة أصلا. ما جمعت وما فصل فيها إلا من أجل كتاب الله عز وجل ومن أجل الوحي الثاني ألا وهو السنة. وورد في فضل أو ورد في حكم التفسير عدة آيات، فقد بين الله عز وجل أن الغاية من إنزال القرآن هو بيانه وهو تفسيره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا، ألم يكن بوسعه تعالى أن يقول ليتدبروا، ولكنه قال ليدبروا، يعني لهذا العلماء علماء البلاغة يقولون هذا المراد به كثرة التدبر، ليدبر ليس ليتدبر، إنما ليدبر ليكون وقته كله في تدبر القرآن. وبين الله عز وجل أن الذي لا يتدبر القرآن وإن كان مشتغلا بالنحو والفصاحة والعلم علم المصطلح ونحو ذلك، إنما هو مريض القلب. فقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أم على القلوب فوق القلوب أقفالها. والعلماء إذا فسروا هذه الآية يقولون أن المراد بالأقفال هنا أقفال من ذنوب، ومنهم من قال أقفال من شهوات وشبهات. فالعامة والفساق تقفل قلوبهم بماذا؟ بالذنوب والشهوات. أما خاصة الناس فإن قلوبهم تقفل بالشبهات، وعدم الاشتغال بالقرآن وكثرة الاشتغال بعلوم الآلة مدخل من مداخل الشيطان، وهو المدخل الأخير، أن يحثك على المفضول على الفاضل، فيكون وقتك كله في شيء معين من أجل فقط كي ينسيك تفسير القرآن الكريم. وكذلك قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جاء على لسان السلف كذلك ما يشير إلى فضل تعلم التفسير، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه كالأعرابي يهذ الشعر هذا، كالأعرابي الذي يعيش في البادية لا يصله أي علم لا يعرف إلا اللغة يهذ الشعر هذا، يهذه يعني يقرأه كأنه موزون. وهكذا يفعل الناس فيما يسمى بالحزب الراتب، يهذون القرآن هذا، يقرؤونه بصوت جماعي كأنه موزون من دون تدبر لمعناه ومن دون فهم، بل ربما أكلوا كثيرا من الحروف فما نطقوها ولهم يحزن. طبعا وجاء كذلك عن أحد السلف أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نستقرئ القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتجاوز 10 آيات حتى نعمل بهن، ثم قال فتعلمنا العلم والعمل معا، فتعلمنا العلم والعمل معا. لم يكن هم الصحابة الحفظ كما هو الآن عند كثير من الطلاب، يسرع كي يحفظ، ولكن حفظه جاف خال من الروح، لا يتلذذ شيئا يحفظه، إنما كان هم الصحابة هو أن يفهم. ولهذا جاء في الموطأ بلاغا أن عمر بن الخطاب وقيل عبد الله يعني ابنه حفظ البقرة في 8 سنوات، وما أدراكم
يعني البقرة مكث معها 8 سنين فقط كي يحفظها، لكن ليس حفظا ببغائيا، إنما مع الفهم ومع العلم. والإمام أحمد كذلك كان هكذا، كان يعمل بكل القرآن والسنة، ما من آية سواء ناسب العمل بها أو لم يناسب. أنت الآن في حياتك لا يحدث لك كل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تعمل بكل السنة، لا تعمل بكل السنة. ولكن الإمام أحمد كان يجتهد حتى أنه يوجه ما لا يناسب إلى ما يناسب، فعمل بكل السنة وبكل القرآن. ولهذا لما أخرج، والإمام أحمد تعرفون محنته والقول بخلق القرآن، وهي قصة معروفة عند طلاب العلم، لما سئل وقيل له هل عملت بكل السنة؟ قال نعم. فأرادوا أن يعجزوه، قالوا له الرسول صلى الله عليه وسلم اختبأ في غار الثور، وأنت؟ قال أنا اختبأت في غار الكرخ في محنتي، وما كاش لجرامورة، ولكن تطبيقا للسنة ذهب إلى غار الكرخ واختبأ في العراق عنده. ويقول كذلك سفيان الثوري رحمه الله، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال أحد السلف كذلك، إن الله عز وجل ما أنزل آية إلا وهو يحب أن تعلم، إلا وهو يحب أن تعلم، وإلا فما فائدة نزول القرآن من دون فهم ومن دون عمل. من هذا المنطلق، ولا أريد أن أطيل كثيرا في فضل التفسير، إنما كان هذا تذكير لي ولكم وشحذا للهمة في طلب التفسير. تدرون أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وما أدراكم ما ابن تيمية، لم يندم في آخر عمره كندمه على عدم اعتكافه على فهم القرآن الكريم، مع أنه اعتكف. وذكر هذا عنه تلميذه ابن قيم الجوزية، قال أنه لم يندم كندمه على عدم تعلم القرآن. وابن تيمية ما ترك شيئا في القرآن إلا وفي الصلاة فيه. ولهذا عندنا أقوال ابن تيمية في التفسير جمعت من خلال مجموع الفتاوى وبعض المؤلفات، وهي في مجلدات. فإذا كان هذا عالم عظيم جدا، عظيم القدر، يتأسف، فما بالنا نحن؟ والله أنا أنصح بجعل في البرنامج، في منهاجك الخاص الذي تطلب فيه العلم، أن تجعل وردا تقرأ فيه التفسير، أن تجعل كتابة تيسير كريم الرحمن مثلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو تجعل كتاب تفسير ابن كثير، تجعل له وردا تقرأ منه في كل يوم شيئا حتى تختمه، في كل شهرين مثلا تختمه، حتى إذا سئلت عن آية فإنك تعرف الإجابة بحول الله عز وجل. وعلم التفسير فيه كل العلوم، فأنت إذا مررت على آية وأردت أن تفسرها فإنك ستصادفك كل العلوم، علم اللغة العربية وعلم الحديث وعلم حتى المنطق، بل حتى بعض علوم الدنيا، إذا وصلت إلى آية فيها إعجاز علمي لا بد أن تذكرها، وهذا لن تقدر عليه إلا إذا كنت مطلعا على علوم الدنيا. وبالتالي علم التفسير فيه كل شيء، فيه العقيدة، فيه النحو، فيه الصرف، فيه الحديث، فيه أصول الفقه وهكذا. وأحببت أن أنطلق في هذه المجالس في التفسير فيما توقفنا عنده. نحن كنا قد توقفنا عند سورة التكاثر، ولكن لم نكملها، إنما شرحنا 3 آيات، ثم أخذنا سلسلة في بيان أوصاف جهنم من 11 مجلس، تعليقا على كتاب التخويف من النار للحافظ ابن رجب الحنبلي.
ولم يكن هذا أمرا لا فائدة فيه، بل كثير من المسائل تجلت، لا سيما وأن الحافظ ابن رجب كان يجمع بين المسائل العقدية وبين ما ورد في حق وصف جهنم. ولم ترى عيني من فصل في الخوف مثله بعد ابن قيم الجوزي. لما لو تذكرون عندما وصلنا إلى باب الخوف فصلنا فيه كثيرا وبينا كثير من التأصيلات، وهذه التأصيلات لن تجدوها في كتاب غيره. لهذا لا أكمل سورة التكاثر إلا في حينها إن شاء الله، وأنطلق في سورة القارعة. نعم، هذه السورة المباركة لم أقرأ فيها الخلاف من حيث كونها مكية أو مدنية، إنما الذي أجمع عليه هو أنها مكية، بل قد روى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سورة القارعة نزلت بمكة، وهذا أثر صريح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذه السورة، وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. عدد حروفها 152، وعدد كلماتها 36، وعدد آياتها 11 آية. ولعل في عدد الحروف نجد اختلافا بحسب العد المكي والعد المدني والبصري ونحو ذلك، وأنتم تعلمون أن الروايات تختلف، فقد يزاد بعض الأحرف في بعض الروايات، وقد تنقص بعض الأحرف في بعض الروايات. والعلماء منهم من قال في بيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل هذا القرآن على 7 أحرف فاقرأوا كيف ما شئتم، منهم من قال إن المراد بالأحرف هو الزيادة والنقصان الذي في الآيات، لأن من الآيات ما فيه زيادة، وفي رواية أخرى فيها نقصان. من يحاول أن يعطينا مثالا؟ نعم، أحسنت، كذلك نعم. فنجد بعض الضمائر أحيانا تحذف، وبعض الحروف كذلك، ومنهم من قال الإبدال، الأحرف 7 الإبدال، فتجد بدل هذا وهذا كثير، بدل الفاء الواء. نعم، ومنهم من قال إن المراد به كذلك أوجه الإعراب، كما سيأتينا في هذه الآية بالضبط. القارعة، ما القارعة؟ ولكن جاء في قراءة القارعة، لا، الكسر ما أتى في قراءة عيسى، القارعة، وسيأتي بيان سبب هذه القراءة إن شاء الله تعالى. هذه السورة ليست كغيرها مما تقدم معنا، لو تذكرون أن كثيرا من السور لها عدة أسماء، أما هذه السورة فلم يؤثر لها إلا اسم واحد وهي القارعة. هذه السورة عدت في عدد النزول 30، أي أنها رقمها 30 من حيث النزول. نزلت هذه السورة بعد سورة قريش وقبل سورة القيامة من حيث ترتيبها يعني. هذه السورة لم يرد في فضلها شيء، إنما يمسها ماذا؟ عموم فضل القرآن كله، لأن فضل القرآن قسمان: فضل عام وفضل خاص. الفضل العام هو الذي يشترك فيه القرآن كله،
في كونه شفاء كله، في كونه مؤثر كله، في كونه معجز كله، وهكذا. وفضل خاص يعني اختصت به صور دون صور. فالفاتحة لها فضائل ليست لبعض الصور، المعوذتين كذلك، البقرة وآل عمران كذلك، وهكذا. أما القارعة فلم يرد فيها فضل، ولكن طالب العلم عند البحث يجد بعض الآثار فيها فضل خاص لسورة القارعة. ونحن من باب قول الشاعر: تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأحسن من قول الشاعر قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. نذكر هذه الأحاديث كي نبين أنها ضعيفة فلا يغتر بها الناس، وهي متداولة كثيرا في كتب العلماء، بل على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة. أول هذه الآثار ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها. إلى غاية هذا المقطع الحديث صحيح، لكن الحديث الذي جاء من طريق أخرى وفيه زيادة وأخواتها الواقعة والقارعة والحاقة والشمس إذا كورت وسأل سائل، هكذا قال أو قيل في هذا الحديث. هذه الرواية رواية ضعيفة، ضعفها الإمام الألباني رحمة الله عليه في ضعيف الجامع كما هو معروف، ولكن مع ذلك الناس يحفظون هذا الحديث على أساس أنه صحيح، والله المستعان. كذلك مما ورد وهو حديث أسوأ من حيث درجة الصحة مما مضى، يعني هذا الحديث هو مكذوب، بل يعني غاية في الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يروى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة القارعة ثقل الله له ميزانه. هذا الحديث أنا لم أجده في الكتب المسندة، إنما وجدته في الكشاف للزمخشري. وعند النظر في من تتبع أحاديث الكشاف وهو الحافظ ابن حجر الأسقلاني وغيره، فالحافظ ابن حجر الأسقلاني له كتاب رائع جدا اسمه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، قال أن هذا الحديث مكذوب لا يصح. الحديث الثالث الذي ورد، وهذا الحديث ليس فيه الصراحة بفضل سورة القارعة، وإنما فيه الإشارة إلى أنه ينبغي الاعتناء بها، وهذا كذلك لا ينبغي، لأن تخصيص هذه الاعتناء بها ينبغي، لكن على أساس أنها من عموم القرآن. أما أن تعتني بها لأنه فيها فضل خاص فإن هذا لا ينبغي، وهو ما يذكره بعض المفسرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غاب أحد أصحابه 3 أيام سأل عنه،
سأل عنه، فإن كان مريضا عاده. نعم. وإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره. وفي أحد الأيام غاب رجل من الصحابة من الأنصار، ودام غيابه 3 أيام. رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عنه، فقيل له إنه مريض، فقال هيا بنا كي نعوده. قبل أن أواصل أنبه على شيء خطر على بالي، وهو إن شئتم قولوا شيء تربوي وشيء أخلاقي وشيء للأسف موجود عند كثير من الصالحين. كثير من الصالحين إذا غاب رجل عنهم، عن الجماعة أو عن الصلاة، أول ما يذهب عقلهم إلى المذهب السيء، فيسيئون الظن. وقد بلغني أن بعض الناس قذف رجلا بالنفاق لأنه لم يعد يأتي لصلاة الفجر. إذا شفت أخاك غاب، اسأل عنه، زره، لعله محتاج، لعله يريد منك شيء، أنت بوسعك. نعم. لعل هذا الأخ مريض، أحد الإخوة تغيب عن صلاة الفجر، فلما بحثوا عنه قالوا له كيف اتق الله ما ينبغي ومن علامة النفاق. كما قلت لكم دائما يأتون بأحاديث وآثار، آية المنافق كذا، وكان لا يتخلف عنه ما يعني الفجر والعشاء إلا منافق معلوم النفاق. فماذا صنع هذا الأخ؟ كشف عن رجله، قال له منظور، فإذا برجله يعني قد فتحت بعملية جراحية ولا يستطيع المشي. على الإنسان أن يحسن الظن. نعود إلى حديثنا. نعم. فلما عاده النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تجدك، يعني كيف هو حالك يعني مع هذا المرض. قال والله ما يدخل شيء في رأسي إلا خرج من دبري. لا يدخل شيء في رأسه إلا خرج من دبره، يعني أنه والله أعلم. أنا هكذا فهمت من هذا الحديث أنه كان به أكرمكم الله إسهال شديد، كان به إسهال شديد، لا يأكل شيء إلا خرج، يعني لا ينتفع بالمأكل. نعم. فقال له ومما ذاك، ما سبب هذا المرض؟ قال هذا الرجل إني مررت بك وأنت تصلي المغرب، فصليت معك وأنت تقرأ هذه السورة القارعة. ما القارعة؟ قال إلى آخرها. قال فقلت اللهم ما كان من ذنب معذبي عليه في الآخرة فعجل لي عقوبته في الدنيا، فنزل بي ما ترى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت، ألا سألت الله أن يؤتيك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقيك عذاب النار؟ يقول الراوي أنه فعل مثل ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ وكأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مربوطا ثم فك ربطه. إذن هذا الحديث بهذا السند أجزاء منه بأسانيد أخرى صحيحة، ككون النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فقد ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان إذا تغيب أصحابه سأل عنه، وهكذا. وهذا الحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وهو حديث ضعيف، فيه رجل متروك لكثرة غفلته اسمه عباد بن كثير، وإن كان رجلا صالحا إلا أنه كان متروكا.
وهذه مصطلحات في علم الحديث، يعني تجدهم يقولون متروك، يعني متروك الحديث لا يروى عنه، وإن عقد مجالس إلا أنه لا يروى عنه. لماذا؟ لأسباب، من بين هذه الأسباب الغفلة، والغفلة لا تطلق على الحدث الذي هو مرة أو مرتين، إنما إذا تعدد الخطأ منه أكثر من ثلاثة اختلف المحدثون في عدد الغفلة، ومنهم ما من يترك لأجل الاختلاط، وهو أن يصير هذا الرجل يحدث أحاديث بأسانيد ليست لتلك الأحاديث لأسباب كانحراق بيته مثلا أو موت ولده، وهذا معروف عند علماء الحديث. وممن يرمى بالاختلاط ابن لهيعة رحمه الله تعالى. نعم. إذن هذه بعض الأحاديث التي قد تصادفونها في فضل سورة القارعة ولكنها لا تصح، والقاعدة هي أنه لا يصح شيء في فضل سورة القارعة. يقول الله تبارك وتعالى: القارعة، ما القارعة؟ هذه أو هاتان الآيتان فيهما مسائل. أول مسألة نأخذها وهي القارعة لغة. كلمة القارعة تطلق على معان كثيرة، أبرزها الضرب المطلق، ومنه قولنا قرعت الباب، أي أنك طرقتها وضربتها، ومنه قول الشاعر كذلك: والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. وفي رواية لهذا البيت: والعبد يقرع بالعصا والحر يكفيه الوعيد، أي أن الإنسان العبد لا ينفذ شيء إلا إذا ضربته وقرعته، وأما الإنسان الذي هو حر فإنك إذا أشرت له فقط يفهم، والكل يعرف المثال الذي بالعامية يشهد لهذا المعنى. صحيح؟ إيه. على كل حال، هذا المعنى الأول وهو الضرب مطلقا. ويطلق القرع والقارعة على الضرب باعتماد، الضرب باعتماد حيث يجعل الصوت فيه شديدا. عندنا فرق، في الأول ضرب مطلق، أما في الثاني ماذا؟ ضرب بشدة يكون مصحوبا بصوت شديد. وتطلق القارعة كذلك في اللغة على وسط الطريق، ومنه يقال قارعة الطريق. أصلا لماذا سميت وسط الطريق بالقارعة؟ لقرع الناس لها بأقدامهم، يعني يعود الأصل إلى الضرب. ثم سمي المكان لصفته، وهذا معروف عند البلاغي حين يسمى الشيء لصفته. أكرمكم الله، الغائط يسمى غائطا لماذا؟ من أجل المكان المنحدر، فالغائط لغة هو المكان المنحدر، والعرب كانوا يقضون حاجاتهم في المكان المنحدر، فسمي هذا المكان المنحدر أو سمي الشيء الخارج من الإنسان سمي باسم هذا المكان. نعم، وهذا معروف في البلاغة على كل حال. ومن إطلاقات القارعة المصيبة، ومنه قول العرب: فلان أصابته قارعة.
وكذلك قول العربي قارعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة. قارعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة. ومنه قول أحد الشعراء واسمه ابن أحمر قال وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لزاحت عنك حين. ويروى هذا البيت وقارعة من الأيام لولا سبيلهم لراحت عنك حين. وقارعة من الأيام أي ومصيبة من مصائب الأيام ومن مصائب الدهر. هذا من حيث اللغة العربية. أما من حيث الاستعمال القرآني، لأن هنالك فرق، لا أقول اصطلاحا، أقولش اصطلاحا، إنما نقول من حيث الاستعمال القرآني. من حيث الاستعمال القرآني فإنه وردت هذه الكلمة في هذه الكلمة في كلام الله عز وجل وأريد بها معاني مخصوصة. أول هذه المعاني العذاب، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى السلام ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي تصيبهم بما صنعوا بما كسبت أيديهم قارعة، يعني مصيبة. هذا الاستعمال الأول للفظة القارعة في القرآن الكريم. الاستعمال الثاني للفظة القارعة أنها القيامة، والمراد هنا بالقيامة يعني من النفخة الأولى إلى فصل القضاء، إلى فصل القضاء، إلى أن يعني يذهب ويكتب لأهل الجنة بالجنة وأهل النار بالنار. وقد أخرج الإمام ابن جرير الطبري وكذلك ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال القارعة هي القيامة. ويشهد لهذا قول الله عز وجل كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ويشهد لها الآية التي نحن بصدد تفسيرها القارعة. فالمراد بالقارعة هنا القيامة. السلف منهم من أورد معنى ثالثا في لفظة القارعة في الاستعمال القرآني، فالمعنى الثالث إذن هو النار. واختار هذا الإمام الأحنف بن قيس الضحاك المسمى بالضحاك، فقد روي عنه أنه قال القارعة هي النار ذات التغيض والزفير، هي النار ذات التغيض والزفير. ولا شك أن الأقرب إلى الصواب في ما يخص القارعة في هذه الصورة هو أنها القيامة. نعم، إذن هذه المسألة الأولى وهي بيان معنى القارعة لغة وفي استعمال القرآن لها. المسألة الثانية، الجمهور كما ذكرت قرأوا بالضم فقالوا القارعة ما القارعة، ومن السلف من قرأ بالنصب، والذين قرأوا بالضم هم الجمهور. يؤول هذا الضم على تقدير محذوف وهو ستأتيكم، يعني ستأتيكم القارعة على هذا التقدير. والذي قرأ بالنصب فتقدير المحذوف لديه هو اذكروا،
القارعة. من حيث الإعراب، القارعة ما القارعة؟ من حيث الإعراب، يلا أنتم ما تقرؤون النحو. القارعة لا شك أنها مبتدأ، ما تخافون يا جماعة، عادي جدا، مبتدأ. القارعة ما هذه أصلا معناها الاستفهام، نعم، وليست الوصف. وما في لغة العرب لها عدة معاني، وأوصلها بعضهم إلى 10. عندك الاستفهام، تعجب، كونها شرطية، كونها وصلية أي بمعنى الذي، للتعجب، وكونها كافة ومكفوفة، تعرفه قل ما كثر ما، وزائدة، وإنكارية، وكذلك تكون للتعظيم، وكذلك تأتي لي أو بكونها مصدرا. وقد جمع هذه المعاني العشرة قول أحدهم: محامل ما عشر إذا شئت عدها وحصرها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بنفي وكف زيد تعظيم مصدر. هذه المختصرات مفيدة لطالب العلم، فهي تحصر له العلم كي لا يتشتت عن ذهنه. إذن القارعة مبتدأ، ما هذا اسم استفهام، ويكون هنا ماذا؟ هي ورد في ذلك الخلاف، ولكن التحقيق في هذه النقطة أن ما هي مبتدأ ثاني، والقارعة الثانية هي خبر لما، والجملة الإسمية ما القارعة خبر لي القارعة، واضح. لماذا نعتني بالإعراب في التفسير؟ الإعراب ضروري جدا في التفسير، ولهذا إذا كنت تتقن الإعراب فهنيئا لك اللذة في التفسير، إذا كنت تتقن الإعراب. ولهذا العامي إذا أردنا أن نوصل له تفسير آية نفسرها له تفسيرا موضوعيا، الآية تتحدث عن كذا وكذا وكذا، لكن طالب العلم لا، بل لا بد من معرفة ذلك كلمة كلمة، لأن الإعراب هو جسم اللغة العربية، والبلاغة هي روح هذا الجسم. ولهذا يقول الأخضري رحمه الله في السلم، لا مش السلم، يقول في الجوهر المكنون في بيان يعني فضل البلاغة: فإنها كالروح للإعراب، هكذا يقول، فإنها كالروح للإعراب، إلى آخر ما قال في هذه المنظومة. إن شاء الله تعالى إذا كان وصلنا المشوار نعرج على علم البلاغة ونشرح فيه متنا موجزا، لأنه مهجور للأسف. طلاب العلم يبدأ بالآجر الرومية، ما دي يروح لقطم نادى، ما دي يروح ألفية ابن مالك ويقضي حياته كلها في ألفية ابن مالك، وينسى البلاغة التي هي ضرورية جدا جدا، وفيها الإعجاز. الإعجاز في القرآن الكريم كان في البلاغة، في بلاغته. المسألة الثالثة التي بعد ذلك، السؤال الذي جاء في قوله تعالى: ما القارعة؟ هذا السؤال يا جماعة إذا وجدتموه في القرآن الكريم
الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وهكذا. فإن المراد به التحذير، فهذا السؤال الغاية منه التحذير. لماذا؟ لأنه سيجعلك متشوقا لما سيأتي، ويجعلك راغبا في معرفة الأوصاف التي ستأتي، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما أدراك ما القارعة، أن هذا اللفظ وما أدراك إذا وجدته في القرآن فاعلم أنه سيفصل بعده، أما إذا وجدته ما يدريك فإنه لا يفصل بعده، بفائدة عزيزة جدا كذلك. فالمراد إذن من قوله تعالى القارعة ما القارعة، المراد هو التحذير على طريقة السؤال، كي يستجمع القارئ عزمه وشوقه لمعرفة ما سيخبر به ربنا تبارك وتعالى في ما سيأتي. المسألة الرابعة في قوله تبارك وتعالى: وما أدراك ما القارعة، طيب إذا أردنا أن نعرف هذه الآية كيف نقول؟ وما الواو هنا قيل عطفية وقيل عطفية استئنافية، والصواب أن هذه الجملة هذه الآية معطوفة على قوله تعالى ما القارعة، وقيل هي معطوفة على قوله تعالى القارعة الأولى. نعم، وما أدراك ما القارعة، هنا كرر السؤال وسيأتي السر من ذلك. الميم هنا استفهامية للتعظيم والتهويل كذلك. وما أدراك، أدراك لا شك أنها جملة، وهي جملة فعلية، ولفظ أدرى يتعدى إلى مفعولين على الأقل، وغالب تعديته تكون على ثلاث مفاعل، ولكن يستعمل كذلك ويتعدى إلى مفعولين. وما أدراك، هذه الجملة الميم التي قبلها مبتدأ، اسم استفهام مبتدأ، أدراك هذه الجملة الفعلية خبر لما، وما أدراك ما القارعة. الميم الثانية مبتدأ، مبتدأ نعم، القارعة خبر للميم الثانية، خبر يعني للمبتدأ نعم. والجملة الفعلية أدراك ما القارعة خبر في يعني في محل رفع نعم، خبر ما. وقيل أن ما القارعة الثانية هذه الجملة الإسمية في محل نصب مفعول به لأدراك، وهو المفعول الثاني، المفعول الأول ضمير متصل أدراك، والمفعول الثاني هو ما القارعة. معرفة الإسناد ضروري جدا. وما أدراك ما القارعة، وردت هذه الصيغة وهذه الطريقة في السؤال وما أدراك، وردت في القرآن الكريم 13 مرة، وما أدراك وردت 13 مرة. في كل هذه الحالات يجيب الله تعالى عن السؤال، يجيب عن السؤال إلا في حالة واحدة وهي في سورة الحاقة، فهو لم يجب. أما وما يدريك فهذه وردت في القرآن الكريم 3 مرات، في المرة الأولى سورة الأحزاب ماذا يقول الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، والمرة الثانية في قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، والمرة الثالثة في قوله تعالى في سورة عبسة: وما يدريك لعله يزكى. العلماء قالوا نستثني هذه الآية الثالثة لأن الله أجاب فيها وقال لعله يزكى، لكن الصواب أنه قال لعل،
هذا من حيث اللغة. ولكن ردوا على هذا وقالوا لعل في القرآن الكريم تفيد التحقيق، أي أنه فعلا تزكى. على كل حال يبقى الخلاف في هذا الأمر هذا، ونحن الذي يهمنا هو بيان الأسرار التي تضمنتها هذه الآيات. معنى قول الله عز وجل وما أدراك ما القارعة، الله عز وجل كرر السؤال، وهذا التكرار لا نقول إنه لا فائدة منه. التكرار في اللغة العربية عيب، إلا في القرآن الكريم، لأن التكرار في القرآن الكريم لا يكون من دون فائدة، إنما لا بد أن يكون فيه فائدة. والفائدة المرجوة هنا هي أو المنشودة هي زيادة التهويل وزيادة التعظيم لهذا اليوم ألا وهو القارعة. والله عز وجل إذا قال وما أدراك، فمعناه أنه مهما حاولت أن تدرك صفة هذه القارعة فإنك عاجز عن ذلك، لن تقدر. هذا المعنى من قوله وما أدراك، الحاقة ما الحاقة، هنا قلنا لم وما أدراك ما الحاقة لكن لم يبين، ولكن المقصود أنك مهما حاولت أن تدرك فإن الله عز وجل جعل الأوصاف أعظم مما في بالك. نعم، تبقى دائما حقيقة الأمر أعظم وأهول وأفزع مما في بالك، بل هي أفزع مما ليس في بالك. أنت الآن بوسعك أن تتخيل السماء تطوى، بوسعك أن تتخيل الأرض تسطح يعني وتجعل أرضا واحدة مسطحة يحشر عليها الناس أو تبدل، بوسعك أن تتخيل البحار تفجر بالنيران تسجر، بوسعك أن ترى أن تتخيل هذا في ذهنك، لكن ثق ثقة تامة أن الأمر أعظم مما تتخيل. ولهذا تشيب يشيب الولدان وترى الولدان شيبة، الطفل الصغير شعره يصير أبيضا من شدة الهول، طفل صغير بمجرد ما يرى الهول يصير أشهب الشعر وأبيض الشعر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولهذا عبد النور أهلا وشرك بخير لباس الحمد لله لباس عبد النور الحمد لله الحمد لله. إذن هذا هو المعنى الإجمالي لقوله تعالى وما أدراك ما القارعة. إن شاء الله تعالى إذا كان عندكم سؤال يتعلق بهذا الأمر تفضل، وإلا إن شاء الله تعالى نختم لأني مسافر. أعلمكم فقط إن شاء الله راح يكون في هذه الحصص بعد كل 5 حصص مثلا أو 4 حصص ندير مسابقة لمن شاء، هكذا مسابقة لمن شاء، لكي لم يحفش يدير المسابقة عادي. والمسابقة كتابية ليست شفاهية، وراح يكون هناك جوائز. حمزة ولا محمد يشروا جوائز ايفون اسكار سانكم اهدي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.